نعم يعني تقطع خطوط الإمداد، هناك الحراك العسكري في المنطقة الغربية المتواصل والنجاح ابتداء من تحرير تل الحارة ووصولا إلى دير العدس، ومن ثم هناك أكيد الخطط موجودة لقطع المنطقة الجنوبية بشكل كامل. كويس، إذن يصبح الطريق ممهد وأقرب للوصول إلى دمشق. نعم، إذن سيد غسان، يعني ألا تعتقد بأن النظام سيستميت للمحافظة ربما على ما تبقى من مواقع في المحافظة، خصوصا بعد سقوط تل الحارة وهي الأهم بالنسبة للنظام؟ ما من شك، لكن يجب أن نعي صراحة بأنه النظام أصبح في حالة تقهقر، وإن بدا للظاهر العام أو بدا للعيان أو من خلال الدعاية الإعلامية اللي بيضخها بشكل دائم أنه لا زال متماسك، لا زال إلى آخره، لكن النظام في حالة تقهقر. القوة الوحيدة اللي لا زال يمتلكها النظام حتى اللحظة ويدافع فيها هي الطيران. نعم، الطيران يقصف بالبراميل هنا ويقصف بالبراميل هناك، لكن في حالة دحر للقوات البرية على الأرض، وهناك في حالة تفكك أيضا ضمن فرق الجيش وضمن فصائله. نعم، والكثير من حالات التذمر ضمن تكتلات الضباط والقادة، يعني إلى أين نحن سائرين. كويس، فهذا الأمر يعطي دلالة. أكيد المراكز العسكرية مهمة للنظام، لكن لم تعد مهمة الآن. هناك أصبح الأمر المهم هو الحفاظ على دمشق والحفاظ على منطقة الساحل. نعم، يعني قدر الإمكان أن يحافظ على ما تبقى من سوريا، لكن بالإطار العام النظام في حالة تقهقر، الجيش في حالة تقهقر. لو تمت متابعة القنوات الفضائية السورية، قنوات الإعلام، معذرة أنا أسميها قنوات العهر الإعلامي للنظام، تشاهد الكثير من الإعلانات لطلب التطوع في الجيش، لطلب التطوع حتى دون كفاءات ودون مؤهلات. نعم، وقوات الميليشيات التابعة للنظام والشبيحة تجديها قد خلقت حواجز مفاجئة في أي منطقة وتأخذ الشبان لتجنيدهم لإلحاقهم بالخدمة العسكرية. فهذا ندل على شيء، يدل على أن القوة العسكرية الضاربة للجيش السوري اللي كان قوامها 500,000 أو أكثر، كويس، أصبحت متهالكة الآن. هذه هي الحقيقة. ونلاحظ نحن الاندحارات اللي تمت أيضا في الشمال. لكن يعني سيد غسان، وإن كان يعني الجيش الأسد أو القوات الحكومية لنقل متراجعة على الصعيد البري بريا، لكن هي تسيطر على سماء سوريا من خلال الطيران، يعني الذي يشكل ذلك ربما خطر بالنسبة للجيش الحر؟ هذا كلام سليم ودقيق صراحة، لكن هناك في جانب مهم. نحن نعرف منذ بداية الثورة حتى الآن كان هناك التحالفات عفوا التي كانت تدعم النظام، مثل إيران، مثل روسيا، مثل الصين، مثل الميليشيات العراقية، مثل ميليشيا حزب الله في لبنان إلى آخره. هذه التحالفات، يعني لو أخذنا مثلا الحليف الأقوى للنظام، لو أخذنا إيران هي الداعم الاستراتيجي. إيران أيضا الآن تعاني من وضع اقتصادي سيء، مربكة بسبب العقوبات الاقتصادية، مربكة بسبب الملف النووي الإيراني. هناك ضغوطات كبيرة أيضا، لذلك دفعت النظام الإيراني بالرغم من الهالة الإعلامية الكبرى بأنه هو سيدعم حتى النهاية نظام الأسد، لكن قل مستوى الدعم. أيضا هناك روسيا، يعني المشاكل والضغوطات اللي يعانيها الكرملين ويعانيها النظام الروسي أيضا، يعني إلى متى سنتحمل نظام الأسد؟ نعم، إلى متى؟ هذا السؤال يطرح في الدوائر المغلقة، إن كان في روسيا أو في إيران، أو بالرغم من أنه إيران هي الحليف الاستراتيجي بكل المستويات، وتستعمل حزب الله كواجهة رئيسية
في نعم. يعني سيد غسان سنناقش هذه النقطة أيضا، لكن ينضم معنا عبر الهاتف أحمد أبو ريشان الناطق باسم جيش الأبابيل في ريف درعا. سيد أحمد مرحبا بك، يعني بداية أريد أن أعرف منك ما هي أهم تطورات المعارك في ريف درعا، وهل هناك تقدم للجيش الحر على جبهات الحواجز الأربعة؟ تحياتي لك وللسادة المستمعين. نعم بالكلمة، الآن الأنباء التي وردتنا الآن من الأقصى الجنوب السوري من محافظة درعا تفيد بأن تم تحرير حاجز أم الميادن بعد معركة دامت أكثر من 4 أيام. نعم حيث دارت هذه المعركة في الجنوب السوري وسميت في معركة أهل العزم، حيث الآن تمكن الثوار قبل قليل من تحرير حاجز أم الميادن وحواجز المعصر والكازيات وقصر النخيل. نعم وذلك بعد المعركة التي استطاع فيها أبطال الجيش الحر عطب 5 آليات عسكرية، والآن الاشتباكات انتقلت إلى محور آخر تجري على معبر نصيب الحدودي. بذلك نعم يكون الثوار قد استطاعوا تحرير 6 نقاط عسكرية خلال هذا اليوم ودمروا خط الدفاع الأول لجمرك نصيب. نعم هذه بالنسبة لي أهم العمليات التحرير التي حدثت في هذا اليوم. أما على بقية الجبهات إن انتقلنا إلى الشمال من درعا حيث مدينة أنخل، حيث استهدفت مروحات الأسد مدينة أنخل ببيرميلين متفجرين أدى إلى دمار كبير في الممتلكات، كما قصفت مروحات النظام بغارات جوية على بلدة دير العدس حيث شهدت دير العدس أكثر من 3 غارات جوية. فإذا انتقلنا إلى الجنوب الشرقي من محافظة درعا إلى مدينة الطيبة وصيدة وأم الميادن. إذن يعني سيد أحمد ما هي الفائدة التي يقدمها تحرير الحواجز، وهل هذه المواقع ربما أهمية استراتيجية من خلال تحريرها؟ نعم بالنسبة لحاجز أم الميادن وحواجز المصر والكازيات، هي حواجز منتشرة على طول الخط ما بين مدينة نعيمة إلى جمرك نصيب الحدودي الذي يعتبر المعبر الجنوبي لسوريا. نعم الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لهذه الحواجز كانت تفصل قرى درعا الشرقية عن الغربية، بالإضافة أنها كانت خط الدفاع الأول عن جمرك نصيب وتعتبر ذراع متقدمة لقوات الأسد على استراد دمشق درعا الدولي. بتحرير تلك الحواجز الآن بمقدور القرى الغربية والشرقية التواصل بالانتقال وسهولة الحركة بين تلك القرى، كما الآن ينتقل خط الجبهة إلى جمرك نصيب الذي بقي الآن هو الوحيد في الميدان من جهة الجنوب. نعم إذن يعني سيد أحمد بالنسبة للأوضاع الإنسانية في البلدات والمدن المحيطة ربما بمناطق الاشتباكات، لك أن تضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية هناك؟ نعم أختي الكريمة، بعد المعركة التي شهدتها المعركتين الأخيرتين ألا وهي معركة أهل العزم والمعركة التي انطلقت قبل أيام وتم بموجب تحرير تل الحارة، نعم شهدت المناطق قرى وبلدات نمر والحارة وجاسم وأنخل حركة نزوح كثيفة إلى الشريط الحدودي، حيث قامت قوات الأسد بضرب المنطقة بصواريخ الأرض أرض بالمروحيات بالبراميل المتفجرة والصواريخ بعيدة المدى. نعم هناك حالة إنسانية صعبة، هناك انقطاع في المواد الأساسية، مواد التدفئة والوقود هي تعتبر مواد شبه نادرة، حيث يصل سعر لتر الديزل في القرى المحررة تقريبا إلى $3، طبعا هو يعتبر سعر غالي جدا، لا توجد هناك حركة عمل نهائيا، هناك انقطاع في المواد الأساسية، مواد الطحين، مواد حليب الأطفال، هناك غلاء فاحش في المواد الأساسية التي يتطلبها المواطن في كل يوم. نعم أحمد أبو ريشان الناطق باسم جيش الأبابيل في ريف درعا، شكرا جزيلا لك.